محمود، لو قلنا انه عندي نفس المحتوى هاخده اونلاين او هدرسه عن طريق الجامعه او هروح المؤسسه نفسها، ايه الفرق؟ تمام. يعني هل في فرق هنا بالنسبه للحاجات اللي منتشره اونلاين، ولا ما فيش فرق هنا اونلاين او بيتعلم بشكل مباشر سيان؟ العكس، الاونلاين بيبقى بيوفر فلوسه ووقته ومجهوده، ممكن المواصلات تاخد وقت، وفي معظم السناتر او يعني بتبقى في سناتر في الجامعه كده بتبقى دافع الاول للتجاره، انما الاونلاين انت ممكن تاخد شهادات من جامعه زي هارفارد مثلا، دي من يعني اقوى جامعه في العالم، بيبقى في كورسات فري تبع، يعني الفتره دي نزلت فيها كمان كورسات فري على الويب سايت بتاعها، فهي ما شاء الله حاجه كويسه جدا.